على يعني في الإنسان. كتابات بولس، الرسول بولس والرسول بطرس بيتكلم عن هذا السر اللي بحث وفتش عليه أنبياء كثيرون نعم مش عم بيصلوا للحل الكامل. والكاتب إلى العبرانيين بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، بابنه، أي في يسوع المسيح اللي هو يعني هو كمال هذا الإعلان. شو رأيك؟ امين. هلا نلاحظ مثلا في بيحكي عن المسيح في افسس نفس الفكره، اسيس نزار بقول اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الازمنه ليجمع كل شيء في المسيح. في المسيح. فكرة كلمة يجمع أنه كل شيء بيتحد مع بعض إلى رأس واحد إلى فوق، كل الأزمنة وكل الأمور كل النبوات تجتمع، وهذا بيسميه سر. يعني بقول مثلا مكان آخر بإعلان عرفني بالسر، الرسول بولس بيتكلم بالوحي هون، بإعلان عرفني بالسر سر المسيح. أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم. هذه هدف البرنامج هذا، الإنارة نور للعالم. أوكي. السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع يسوع المسيح. يعني بمعنى معرفة الله كخالق وحدانية مطلقة من دون ثالوث، وهذا بيكون معرفة جزئية ناقصة غامضة لإله غير معروف تماما، لكن بمعرفة المسيح يكون معرفة الله معرفة كاملة، وهذا عشان هيك بسميه سر. أنا بقول المسيح فيكم رجاء المجد، هذا هو السر.